بني الإنسان على أربعة أركان: نفسه وجسده وعقله وروحه، وكل ركن من دول ليه غذاء وبيعطش الإنسان لتغذية هذه الأركان. وكل ما غذيت الأركان الأربعة كل ما استقر الإنسان وارتقى في الدنيا والآخرة. الجسد غذاء الأكل والشرب، وبيتفنن الإنسان في تذوق المطاعم والمشارب. والنفس غذاءها الرغبات، وبيتفنن الإنسان في إشباع رغبات نفسه وتذوق طعم الحياة. والعقل غذاؤه الفكرة السليمة والمعلومة القيمة، والعقل بيعرف يدوق الفرق ما بين المعلومة السطحية والمعلومة العميقة. والروح غذاءها الوصل بالخالق سبحانه وتعالى، لأن الروح سر من أسرار الخالق، لا يملك غذاءها إلا الله. وبتتغذى الروح بالوصل مع الخالق في عبادات، هذه العبادات هي لحظة غذاء الروح. ولو دخل الإنسان بجسده في العبادة ولم يتذوق بروحه طعم العبادة، أكن واحد عطشان جدا وديته قدام نهر بص بعينيه على المية ولم يتذوق طعم المية وتملع روقه، فبيطلع من قدام النهر أشد عطشا. وكذلك الشخص اللي ما تعلمش فن تذوق العبادة، بيدخل العبادة بجسده ويطلع وروحه عطشانة. أنا ياسين، 28 سنة. أنا عارف إن مشكلتي ممكن تكون تافهة من وجهة نظر ناس كتير، بس الحقيقة أنا مش عارف أستمتع بأي حاجة في حياتي بسبب المشكلة دي. والمشكلة دي محسساني أغلب الوقت إن أنا تايه. أبويا كان راجل بسيط جدا ووسطي زي كل الأبهات الحقيقة، ربنا يصلي، بس هو ما ربانيش إزاي أستمتع بالصلاة وأبقى مشتاق لها. يعني علمني العبادات بس ما علمنيش إزاي أحبها وأحب أعملها. صحيح كنت بصلي، بس طول عمر الصلاة تقيلة عليا، بصليها بس عشان حاسس إن أنا ورايا هم وعايز أخلص منه. فكنت تقريبا في كل صلاة بصليها بسجد سجدة سهو، لأن كنت بتلخبط في عدد الركعات، مع إني ما كنتش بفوت فرض، بس أنا بس أقول الله أكبر وأدخل في الصلاة كل الأفكار بقى اللي في الدنيا بتيجي في دماغي، لدرجة إن أنا لو عندي مشكلة ما بتتحلش برضو غير وأنا بصلي. مش عايز أكلمكم بقى عن إحساس إن أنا بسمع خطبة طويلة مش فاهم منها ولا حاجة، مضطر إن أنا أسمع من غير ما أتحرك ولا أتكلم حتى نص كلمة. حتى الزكاة والصدقات كنت بطلعها بالعافية، مش بخل مني والله، بس دايما كنت حاسس ان انا اولى بالفلوس دي. انا عمري ما حبيت اللي انا بعمله، دايما بعد كل فرض بحس انه هم وانزاح من على قلبي، لدرجه ان لو رمضان طلع 29 يوم ببقى طار من الفرحه عشان مش هصوم ال 30 يوم. وعمري ما فهمت الغنوه بتاعه والله لسه بدري يا شهر الصيام دي. بدري ايه؟ ما صدقت انه هيخلص. انا الصيام كان تقيل عليا، كنت على طول بعد ايام رمضان عشان يخلص، ويخلص بقى معاه عذاب الضمير بتاع انا هنزل اصلي التراويح ولا مش هصليها. حاولت ادور على حل لمشكلتي بس للاسف ما وصلتش لحاجه. بس في الحقيقة مرة شيخ قال لي انت بيحصل لك كده عشان انت غافل، الغفلة هي اللي عاملة فيك كده. بدأت علاقتي بربنا طبعا تضعف شوية بشوية، بقى عندي فتور عمل لي نفور من أبسط العبادات. الصلاة قعدت تقل لحد ما اتقطعت خالص، ولحد ما جه رمضان
كانت أول مرة في حياتي أتجرأ وأفطر في السر. كان جوايا شعور قتلني وأنا قاعد على الفطار وسط عيلتي بمثل عليهم وبخدع نفسي إن أنا صايم. والموضوع ده اتكرر كتير على فكرة، لأني بقيت مقتنع إن ربنا عمره ما هيتقبل حاجة من حد وهو بيعملها عشان خاطر يخلص منها مش عشان بيحبها. أنا مش كاره للدين ولا كافر، بالعكس أنا بحب ربنا، بس مش عارف أعمل ده إزاي. العلماء قالوا لنا محتاجين نتعلم إزاي نفتح باب الحضرة القدسية. الحضرة القدسية دي مكانة مع الله بيدخلها العبد إذا تعلم فن تذوق العبادة، أن يشعر في كل عبادة بحضور القلب وتقديس الروح لله. الحضرة القدسية شعور يشبه شعور الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لو الإنسان اتعلم إزاي يدخل الحضرة القدسية دي، الصلاة هيكون لها طعم بيغذي الروح، الصيام ليه طعم، والذكر ليه طعم، والقرآن ليه طعم، والصدقة ليها طعم يغذي روح الإنسان. ويشبه الطعم ده طعم ثمار أهل الجنة واللي داء عارف كويس. عشان كده كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كتير ما يقول إن الإيمان ليه طعم، فيقول ذاق طعم الإيمان من، ويقول لك تعمل إيه عشان تدوق طعم الإيمان. وده اللي يفسر لك إن يوم القيامة فيه في الجنة 8 أبواب للجنة، والأبواب دي بأسماء العبادات. ففي واحد استمتع جدا وداء طعم الصلاة ففضل يصلي مستمتع، فدخل من باب الصلاة، وده من باب الصيام، وده من باب الذكر، وده من باب القرآن، وهكذا لناس تعلمت فن تذوق العبادة. والمتأمل في حال المسلمين ممن لم يتعلم فن تذوق العبادة هيلاقي سلم، لكنه سلم منحدر. بيبدأ إن إحنا لما بنخش في بعض العبادات من غير ما نتعلم إزاي نتذوقها، بيبدأ الإنسان يفقد متعتها. فلما الإنسان يفقد المتعة الروحانية، الروح هي اللي بتشيل الجسد، فالجسد يتقل ويمل. فلما الإنسان يبدأ يمل من العبادة لأن روحه مش حاسة بحاجة، يبدأ يهجر العبادات دي ويحطها في أولوية متأخرة لأنه مش دايق طعمها. فلما يبدأ يهجر العبادات دي سلمة سلمة، هو بننزل لتحت، يهجر العبادات دي يحس بخواء روحي، روحي فاضية، في حاجة عطشانة جوايا. يعمل إيه؟ يروح يغذي شهواته، عايز يعمل أي حاجة تبسطه، فيبسط شهواته مش يدوق روحه، فيبدأ ينحدر الإنسان. عشان كده كتير ممن يشعر بالتعاسة بيلجأ للخمر ويسموها مشروبات روحية، وهي الحقيقة مشروبات شهوانية بتسكت الروح وتعلي صوت النفس والشهوات. وعشان الإنسان ما ينحدرش في سلم الانحدار ده بل يرتقي بحياته، محتاج إنه يحط إيديه على طريقة فن تذوق العبادة. ربك بيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحل في فن تذوق العبادة. وجينا الوقت إزاحة المشكلة من أمامنا عشان نتعلم فن تذوق العبادة. في مشكلة بين المؤمنين وبين تعلمهم لهذا الفن. المشكلة دي هي خلل في فهم بعض العباد للحكمة من فرض العبادة. لو فهمت إن العبادة هي تكليف فقط، وكأن ربنا عنده جايزة جميلة اسمها الجنة كلفك تدفع تمنها، ولو دفعت تمنها هتخش الجنة الممتعة اللي في الآخر، فجرينا عشان نصلي، وجرينا عشان نذكر، وجرينا نتصدق ونقرأ قرآن، كأن ده تمن الجنة وفقط. لو فهمنا الفهم ده هتتعامل العبادة كإلقاء من على الكتف بس عشان أكون دفعت التمن. والحقيقة أن العبادة هي وقت الوصل واللقاء مع الله، علشان أثناء العبادة تنزل من الله معاني ربانية روحانية تغذي روحك وتقوي صلتك ومتعتك بربك سبحانه وتعالى. لكن لأن ربنا عز وجل عارف أننا وإنت بنحب الهدايا العينية، فقال لك أنا عايز أتواصل معاك، ولو تواصلت معايا سأنزل عليك من أنواري وكمان ليك الجنة في الآخر. عارف الموضوع ولله المثل الأعلى،
زي ما والدك ووالدتك وعدوك بالعجلة ولا بالعربية لو ذاكرت ونجحت. هم عايزينك إنسان ناجح محترم في المجتمع، بس عارفين إن أنت عايز حاجة ممسوكة بتحبها، هدية، فوعدوك بالهدية، لكن الغرض الأسمى هو نجاحك وارتقائك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى العبادات دي وقت للصلة أصلاً معاه، واداك على هذه الصلة اللي هو بيحبها معاك جايزة الجنة والثواب في الدنيا. عشان كده لو تفهم معنى دقيق في القرآن، العبادات تؤدى والعلاقات تقام. ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة أداء الصلاة ولا إقامة الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. كأن الصلاة علاقة تقام وليست عبادة فقط تؤدى، فأطلق عليها الإقامة اللي بتطلق على العلاقات وليست الحركات اللي بتؤدى. فالغرض من العبادة الوصل مع الملك. عشان كده ثقافة الكم اللي عندنا أعمل حاجات كتير ما كانتش موجودة عند السلف الصالح. السلف الصالح كان عندهم ثقافة الكيف، أتذوق طعم الوصل في العبادة مع الله. واللي هنتعلم منهم فن تذوق العبادة هم تربية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: قفوا عند عجائب القرآن، قال: وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. ما تخشش على المصحف عشان تخلص وتقول قريت النهاردة صفحة ولا جزء. حرك القرآن بقلبك وتأمل فيه في معنى روحاني ربنا هيديهولك. وكان سيدنا أبو هريرة بيروي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. سيدنا رسول الله بيقول هنا إنه هياخد ثواب، لكن هذا الصائم ياخد ثواب الجوع. ما ركزش في تذوق طعم الصيام فأخذ ثواب الجوع لأنه تعب، وربنا مش يضيع أجر من أحسن عمله. والقائم اللي بيصلي هياخد ثواب السهر، ربنا مش هيضيع أجره، لكنه كان محتاج يتعلم فن تذوق طعم قيام الليل. وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا محمد، كان بيقول: من توضأ فأحسن الوضوء، كان مستمتع بالوضوء، ثم قام إلى الصلاة فأحسن ركوعها وسجودها وقراءتها، خرجت منه بيضاء حتى تصعد إلى السماء عند الله فتشفع له وتقول له: حفظك الله كما حفظتني. كأن هذا الإنسان ما أداش الصلاة، هو أقام الوصل مع الله، تعلم فن تذوق طعم هذه الصلاة، فطلعت الصلاة عند ربنا وهي بتدعي لهذا الإنسان: حفظك الله كما حفظتني. وده اللي كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمه لأصحابه. يوم ما كان قاعد في المسجد عليه الصلاة والسلام ودخل الرجل يصلي، فصلى بسرعة قوي زي حالات ناس كتير مننا، فالنبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع صلى بسرعة، ما اداش نفسه لحظات يفهم عن ربنا ويتذوق، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك. القضية مش بالكم، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. واحدة واحدة، في حاجة ربنا بيشربها لك في الركوع حتى لو أنت ما حسيتش بيها، في شيء، استنى بس، اطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. والعلماء بيقولوا الاطمئنان ده قد إيه؟ 10 دقائق في الركوع؟ قال لك لا، مقدار بس تسبيحة سبحان الله، لو اطمأنيت بس المقدار ده، وإن كان السنة 3 مرات سبحان ربي الأعلى، بس لو اطمأنيت مقدار سبحان الله يكفي أن ربنا يشرب روحك ويرويك من الوصل مع الله سبحانه وتعالى. كأن في شيء بيتعمل في العبادة غير أداء العبادة، في إقامة ووصل مع الله سبحانه وتعالى. وهقول لك على سر لذة العبادة، لو تعلمت فن تذوقها هي الدواء الأول لطرد لذة الشهوة من القلب. اللي عنده شهوة مسيطرة عليه ومخليه ميزان سيئاته تقيل وضعيف قدامها، لو تعلم فن تذوق العبادة لذة العبادة بتطرد الشهوة دي. وده اللي قاله حكيم الإسلام سيدنا ابن عطاء الله، يقول: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. الشوق إلى لقاء الله في العبادات بيخلي الإنسان يبقى عنده قلق كده إنه يضيعها بارتكابه لشهوات محرمة. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا
لخلعت ثياب الكبر وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة لعذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. اللهم لك الحمد يا ذا المن والطول والآلاء والسعة، يا أنيس المنفردين، يا من حبب إليه قلوب العارفين وبه أنست أفئدة الصديقين، يا من أذاق قلوب العابدين لذة الحمد وحلاوة الانقطاع إليه، يا من خلق الرغبة إليه في قلوب أوليائه ومحى شهوة الدنيا عن فكر خاصته وأهل محبته ومنحهم منازل القرب والولاية، يا من بدأ بالإقبال ويا من جاد بالاتصال، يا أنيس وحشتنا ويا طبيب سقمنا، اللهم اجعلنا من الذين سهل عليهم طريق الطاعة ومنحوا بالتوفيق منازل الأبرار، فشرفوا وقربوا منك بخدمتك وأكرمتهم بطاعتك حتى شهدوا قربك ومحبتك وغابوا عن الأكوان بشهود معيتك. فن تذوق العبادة هو الفن اللي هيعلمنا نرتقي من مجرد مؤديين للعبادة لمقيمين للعلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. بنوثق روابط الصلة بيننا وبين الله لما نستمتع بأي عبادة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وده من أهم الارتقاءات اللي المفروض الإنسان دايما يبحث عنها، أنه يرتقي بقوة علاقته بالخالق، سر كل خير في حياتك في الدنيا والآخرة. وعلشان تقدر تتعلم فن تذوق العبادة مطلوب منك 3 خطوات. رقم 1، لا تنسى لحظة التوجه. رقم 2، ادخل للعبادة من باب الحكمة. رقم 3، فك عقدة الأقدار. رقم 1، علشان تدخل في العبادة فتستقبل المعاني الربانية ما تنساش لحظة التوجه. لحظة التوجه هي اللحظة اللي الإنسان قبل أي عبادة بيستجمع عقله وفكره وروحه ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كان أحد المعلمين اللي بيعلمونا كان قبل الصلاة، إحنا بنتكلم ولا بنهزر ولا بناكل، أول ما يقف على السجادة ألاقيه سكت كده، وحسيت إنه ركز قوي كأنه بيستقبل حاجة، هو بيجمع روحه لأنه يقف بين يدي الله. ليه؟ علشان يخلي قلبه يستقبل المعاني اللي ربنا هيبعتها في الصلاة. عشان كده من أركان الصلاة النية. أنت لو داخل وأنت في اضطرابات الحياة، أنت عارف من معاني معنى كلمة إنسان ليها كذا معنى، منها النوس، نوس يعني الاضطراب، بتعمل حاجات كتيرة وفجأة عايز تصلي أو تقرأ قرآن أو تذكر أو تصوم أو تتصدق، فكأنك عايز تاخد نفسك من الاضطراب ده وتتوجه إلى الله. فالنية إن أنا أبقى عارف كويس أنا بعمل إيه دلوقتي، هصلي الظهر ولا العصر، هذه النية من أركان الصلاة، وبدونها لا تصح الصلاة، كأنك بتجمع قلبك وتقول أنا عارف أنا هعمل إيه دلوقتي. درجة أن الشافعية أجازوا، وأنت عارف أن النية محلها القلب، لكن الشافعية أجازوا النطق بالنية لو أنت داخل في الصلاة كده مش مركز قوي، قالك قول أنا نويت أصلي إيه عشان تفكر قلبك وعقلك وتفتكر لحظة التوجه. ده مش بس كده، ده الصلاة ليها إقامة، يعني بنقف جنب بعض، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، كأن في شيء حدث، يلا نتجمع، نجمع قلوبنا على التوجه لربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده انت في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام قبل الفاتحة في دعاء اسمه دعاء الاستفتاح، بتقول فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الوجه هو القلب، فأنا بأوجه قلبي ليك يا رب قبل ما أبدأ أقرأ كلامك اللي فيه المعاني والنور اللي منك، بأتوجه إليك يا رب. مش بس في الصلاة، ده حتى في القرآن من السنة وانت بتقرأ القرآن ان انت تتوضى، كأنك بتدخلت تعمل حاجة علشان تركز ان انت في عبادة مختلفة عن سائر أنشطة يومك وانت بتقرأ القرآن. ومن السنة في قراءة القرآن لو تقدر انك تكون متوجه للقبلة، كأنك موجه قلبك للاستقبال من ربنا سبحانه وتعالى. والسحور
مش بس علشان تاكل فتتقوى لتاني يوم، ده السحور عشان يفكرك بنية الصيام، وعشان يفكرك ان انت اليوم اللي جاي اللي هبقى صايم فيه ده يوم علشان ربنا هيغير في شخصيتي وروحي ونفسيتي حاجات، لان الصيام له حكمة هنتكلم عليها بعد شوية. حتى وانت صايم ما تسمحش لحد ان هو يبعد توجهك عن استقبال لذة العبادة والمعاني الربانية، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أنا بركز علشان أستقبل من الله وأتذوق طعم العبادة، لا تفسد علي هذا التوجه. فأول حاجة في فن تذوق العبادة إنك أنت تستجمع قلبك كده، ولا تنسى قبل كل عبادة لحظة التوجه. ده اللي كان بيخلي الإمام الشافعي رضي الله عنه قبل الصلاة يقعد على السجادة يدعي، احنا بندعي بعد الصلاة، هو كان يقعد يدعي كأنه بيجمع قلبه حتى يبكي قبل الصلاة ثم يدخل في الصلاة، استجماع في لحظة التوجه. رقم 2 في فن تذوق العبادة هو الدخول للعبادة من باب الحكمة. لو انت عايز تدوق طعم العبادة محتاج تبقى فاهم حكمة ربنا من العبادة. فلو انت داخل على القرآن فقط عشان تاخد حسنات الحروف هتقرأ بسرعة وتبحث عن إنجاز الكثرة، فما تحسش بالمعاني اللي ربنا بيكلمك انت فيها في القرآن. فادخل على القرآن من باب أنا هسمع منك يا رب عايز تنصحني بإيه النهاردة، ادخل من باب الحكمة من القراءة. الحكمة هو التعلم عن الله وليس فقط حسنات الحروف. ادخل على الصيام من باب المريض اللي داخل على من سيداوي روحه. أنت عارف أن الصيام ده فيه إسكات للنفس وإعلاء لصوت الروح، عملية جراحية بتتم في الإنسان عشان يطلع من رمضان وهو بيتقي الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسلم نفسك أكن في طبيب بيحط لك محاليل كده، أنت مش فاهم المحاليل دي فيها إيه، هي فيها الدواء، وفجأة تلاقي نفسك قمت بعد ما كنت مريض. اللي حصل إن حصل تغير يعلم الطبيب، ولله المثل الأعلى. الصيام خش عليه بنية أن أنت بتقول يا رب اشفيني من أمراض قلبي وأمراض روحي، وشيل الحجب اللي بخلياني مش قادر أحس بوجودك في حياتي يا رب العالمين. أدخل على الصلاة من باب النظرة، يا رب أنا أريد منك نظرة، نظرة رضا ونظرة مدد. يا رب أنا أريد منك صلة أطلع منها منور، أنا عايش وأنا قلبي مقبوض وخايف من حاجات كتير. زي ما البشر بيأثروا في بعض بنظرة الحسد، وكذلك هناك لله تأثير في الصلاة بنظرة المدد. فخش بنية ان انت تطلع وانت متغير. لما تخش على الله في هذه الصلاة، هذه الصلاة بالنية دي مش مجرد اسقاط الفريضة، داخل من باب الحكمة تعرف تتذوق طعم العبادة، وتعرف فعلا تبقى وانت جوه الصلاة في شيء انت مستوعبه من رب العالمين بيدخل لقلبك وبيغيرك. عشان كده 2 يصلوا كما يقول ابن القيم واقفين في نفس الصف مع بعض، ولكن ما بين صلاتهم كما بين السماء والأرض. واحد مغيب وواحد داخل من باب الحكمة. يبقى رقم 1 لا تنسى لحظة التوجه، لو عايز تمارس فن تذوق العبادة لا تنسى لحظة التوجه. رقم 2 ادخل على كل عبادة من باب الحكمة بتاعتها. رقم 3 فك عقدة القدر. لو عندك إشكالية مع أقدار الله وأفعال الله صعب جدا تستمتع بعبادة بين يدي الله. عارف لما تكون رايح لواحد بيته وانت متضايق منه، فتحس ان انت قاعد كده مش على بعضك، هو بيكلم انت مش مركز لان في حاجه مضايقاك، عايز تتكلم معاه الاول وتتصافه وبعدين بعد كده بقى يقول لي اللي انت عايزه، ولله المثل الاعلى. ساعات بتبقى داخل الصلاه وانت بتقول يا رب في دعوه انت ما استجبتهاليش وانت وعدت انك تستجيب، وبعدين في ناس وحشه في الدنيا انت كرمهم وانا انسان كويس وانت مش موسع عليا، وبعدين يا رب انا كنت متوقع اني لما اجتهد ان انت تفتح عليا فاجتهدت ولسه ما فتحتش عليا. محتاج انك انت تقعد مع حد من أهل العلم أو أهل الخبرة تسأله في الحاجات دي، فيفك لك العقد اللي بتبقى جوه الواحد دي في فهمه لحكمة الله من تأخير بعض الأشياء أو عدم فعل ما تتوقعه، عشان تدخل على ربنا كده وانت في حالة سلام بينك وبين الله. عشان كده سيدنا عبادة بن الصامت الصحابي كان بيقول لأحد تلامذته، بيقول له اعلم أنك لن تتذوق طعم الإيمان إلا إذا علمت أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. مش هتعرف تذوق طعم العبادة، مش هتعرف ترتقي في الاستمتاع بالعبادة إلا لما تبقى عارف إن الحاجة اللي ما جاتلكش أحسن حاجة إنها ما جاتلكش، والحاجة اللي جاتلك مفيش أحسن من كده بيد الحكيم. وسيدنا رسول الله بيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا.
رضي بالله ربا يعني رضي بالله مدبرا لشؤونه. وهو ربنا رد عليك في القرآن، قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عارف قبلها ليه؟ قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للاستقبال عن الله في العبادة. لأنك لو داخل ومتضايق شوية كده هيحصل حالة من أنك أنت خلاص أنا بصلي أو بقرأ قرآن لإسقاط الفريضة أو أخذ الثواب، بس أنا كده كان في حاجة متوقعة وما حصلتش. لما تفك الإشكاليات دي تخش بنفس صافية بين يدي الله فتستقبل أنوار أنت ما توقعتهاش. ففك هذه العقدة، ربنا يفتح عليك وترتقي في فن تذوق العبادة. فن تذوق العبادة من ألطف الفنون. الإنسان بطبيعته كمخلوق هو متطامن خاشع خاضع بغريزته، ما يقدرش الإنسان في أي طور من أطوار حياته ما يبقاش عابد. مهما ادعى من إلحاد هو خاضع خاشع لشيء. ولذلك من قديم تاريخ الإنسان اصطنع لنفسه عبادة أحجار أشجار أنهار نار، المهم أنه يبقى فيه إله، يبقى فيه تقديس، ما يقدرش الإنسان يخرج بره الدائرة دي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما لطف بالبشرية جعل عبادته هي الصلة المعقولة بين الإنسان وبين ربه، فجعله سيدا في الخلق، جعل الجماد للنبات والنبات للحيوان وكلهم للإنسان والإنسان لربه. أي انتكاسة في الموازين دي يحصل خلل في الكون. فالإنسان اللي هو سيد الكون ده، اللي هو سيده من الذرة للمجرة من العرش للفرش، هو سيد هذا الكون، يقوم يعبد الأدنى منه ما ينفعش، طب يعبد قرينه برضه ما ينفعش. وذلك ربنا سبحانه وتعالى نزل آية في سورة آل عمران، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها دايما في صلاة الفجر، لو ما قرأش قل يا أيها الكافرون في ركعتين سنة الفجر، النبي كان يقرأ قل يا أيها الكافرون، أو يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أنت ما ينفعش تبقى عبد لقرينك ولا لمن هو أدنى منك، تبقى عبد للأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل من أجل الصلة المعقولة بين الإنسان وبين ربه، وفصل هذه العبادة على قامته. هذا اللباس محكم، لا هو فضفاض ولا هو ضيق، لأنها حقن، العبادة حقن صحية وجبات روحية للإنسان. زي ما اتفقنا أن الإنسان جسمه ومتطلباته، عقل وطموحاته، روح وأشواقه. العبادة هي التي تغني الإنسان عن أي شيء في سعادته التي يبحث عنها في مجهول. ولذلك العباد ما بينتحروش، العباد ما بيكتئبوش، العباد ما بيدمنوش. العباد لو أصابتهم لوعة القلب وحزن ما يبقاش حزن دائم ولا كآبة يعني متطاولة، لا، أمور عابرة. هو يعرف إمتى يروح يخلص نفسه من الحكاية دي. أما حكاية الكلفة في العبادة والمشقة، عمر العبادة اللي خلقها اللي فرضها ربنا ما كانت للمشقة، لأن ربنا أنزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إزاي أنا أشقى في العبادة؟ مش هتبقى للشقاء ولا للكلفة، هتبقى للسعادة. أمال وأنا بعبد بتكلف، ده بقى اسمه لوازم العبادة. أنا أضرب لك مثل، إنك لو أكلت حضرتك مش بتاكل عشان تروح الحمام، انت بتاكل عشان تنبسط، لكن من لوازم الاكل انك تروح الحمام. فانا بعبد ربنا عشان اصر، يسر الله خاطري. من لوازم هذا السرور شيء من الهمه التي تصيبني احيانا بشيء من الكلفه والمشقه اللي ربنا بيسرها على الانسان بعد ذلك. تذوق لذه العباده الحقيقه انا بحبها خالص في كتاب رساله المسترشدين، وهو بدايه لأي إنسان يريد أن يسلك طريق الله سبحانه وتعالى، لابد أن يطلع على هذه الرسالة البسيطة اسمها رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي رحمه الله، أو شراب الأرواح. هذا كتاب عظيم أيضا، كتاب من القاطع الوسط بسيط اسمه شراب الأرواح للسيد محمد ناضي أبو العزيم. هذان كتابان يستطيع الإنسان من خلالهما أن يتعرف على حلاوة ولذة العبادة. فن تذوق العبادة هيشعرك بالمتعة، المتعة دي هتشيل من قلبك كل تعلق بأي شهوة. جرب، جرب أنك أنت ترتقي في تعلم فن تذوق العبادة، وشوف أثر طعم العبادة في أن هي بتزق طعومات تانية فاسدة بتفسد جمال الروح وجمال القلب من طعم لذة الشهوات. زمان لما كنا بنلعب كورة كان الواحد بعد ما يخلص ماتش كورة كان ممتع قوي مع أصحابه اللي بيحبوهم، يطلع يقلع الجزمة كده يلاقي دم في الشراب، أتريه وهو بيلعب شاط طوبة فصباعه اتعور، بس من كتر انفعاله ومتعته بالكورة ما خدش باله من ألم الجرح ده. ده اللي حصل زمان مع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري.
دخل البستان مع بعض أصدقائه فصلوا الصلاة، وبعد الصلاة قام ليصلي صلاة النافلة سنة مثلا ولتكن سنة الظهر. وبعدين ما طول شوية في السنة عمال يقرأ كده قرآن، وبعد ما خلص هذه الصلاة الطويلة قال لأصحابه زي ما يكون في حاجة كده، فرفع الثوب بتاعه أتادي دبور قرصه 16 مرة والحتة اللي اتقرص فيها ورمت. أي حد في الدنيا الطبيعي أنه يتألم، لكن الحقيقة أن ساعات الإنسان بيبقى مشغول قوي فحواسه بتقف من كتر استمتاعه، تفرج على فيلم بتحبه، بتتابع أخبار معينة، فيندهوا عليك حاسة السمع عندك توقفت، حاسة الإدراك لأي حاجة حواليك. إيه اللي حصل؟ أنت في قمة الإنسجام والمتعة. ده يا جماعة بنشوفه إحنا في الدنيا. الصالحين زمان لما تدرجوا في تعلم فن تذوق العبادة وصلوا للمرحلة دي. هو ما كانش بيمثل، هو لم يشعر بأي ألم، حس بوخز بسيط كده، لو أقل حد فينا اتقرص قرصة واحدة ممكن يتألم ألم شديد، إنما هو توقف كل حاجة عنده إلا متعة روحه بربنا. فسألوه: هو أنت ليه ما تألمتش وقلت آه بصوت عالي؟ قال: كنت في سورة أحب أن أختمها. كان في حب جوه الصلاة دي، كان في إحساس كان منسيني كل حاجة. أمل كبير عندنا إن واحدة واحدة كده مع تعلمنا لفن تذوق العبادة يسهل القرآن اللي الواحد بيستتقله قوي، وتسهل الصلاة اللي ساعات الواحد بيأخرها ويجمعها بالليل، أو ساعات ناس كتير مننا ممكن ما تصليش خالص بسبب ثقة للصلاة وتبقى العيشة صعبة، وسنين مننا ناس ما صلتش حتى الفجر بسبب ثقة للصلاة اللي هي مش ممتعة، أهي عبادات بنعملها عشان ما يعذبناش في النار، ودي مش الحكمة من فرض الصلاة. فالصلاة صلة بالرحمن سبحانه وتعالى. فبفكرك لا تنسى لحظة توجه الروح ثانية قبل أي عبادة، وبفكرك افهم حكمة ربنا من كل عبادة، وادخل على كل عبادة من باب الحكمة عشان تستقبل من ربنا المعاني فتستمتع بالعبادة، وبفكرك إن لو في حاجة مضايقاك من أقدار الله اقعد مع أهل الخبرة وفك عقدة هذا القدر معاهم، يشرحوا لك حكمة ربنا من تقديم ما يقدم أو تأخير ما يؤخر. ساعتها هتبقى عمال كل يوم تتدرج في فن تذوق العبادة. وما تنساش فن الحياة الهدف منه الارتقاء بكل جوانب حياتك، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. يا من إليه التجائي في شدتي ورجائي، مولاي ما أشوقني إلى لقائك وأعظم رغبتي في جزائك، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين ولا يحتقر عندك شوق المشتاقين. إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة مناجاتك فانشغل بمرضات مخلوق عن طاعتك ومرضاتك؟ يا رب ارحم غربتي وهب لي من الفتح في طاعتك ما أزداد به تذوقاً للذة عبادتك، وأزداد يقيناً، واجعلني من عبادك الذين شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم في حضرتك، وأذن لفكري يا سيدي أن يتجول في ملكوتك ويتفكر في عجائب صنعتك ويأنس بمناجاتك وحمدك على إحسانك، واكتبني ممن أذقتهم حلاوة محبتك ولم يقطعه الأنس بغيرك عن الاستمداد من أنوارك، واجعل رضاك همي وقوي على طاعتك جسدي يا رب يا رب. يا من سعد برحمتي القاصدون ولم يشقى عنده المستغفرون، قد وجدت في وصالك لذاتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي ودوام قربك راحة فؤادي راحة فؤادي.
زرعني حتى اشوف حاجه حلوه تغير الايام فعيد.